أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد شريف بحي المنيل بمدينة القاهرة، حيث الأسبوع الثقافي لوزارة الأوقاف المصرية. وندوة الليلة ندوة نورانية تستمد نورها من نور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله بأنه نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ورفع الله ذكر حبيبه المصطفى فقال له في القرآن: ورفعنا لك ذكرك. وجمله فجعله سراجا منيرا. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي رسول الله، فبالصلاة والسلام عليه تغفر الذنوب وتفرج الكروب وتحل العقد. إذا كنت في هم وضيق وفاقة وأمسيت مكروبا وأصبحت في حرج، فصل على المختار، فصل على المختار من آل هاشم وسلم، فإن الله يأتيك بالفرج. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أعطاك الله شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وعظمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى وصبر أيوب، يا من زكاك الله في القرآن فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وأقسم بحياتك فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أيها الأحباب، واحتفال الليلة نسعد فيه بالأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، وفضيلة الشيخ إسلام النواوي بالديوان العام بوزارة الأوقاف، والقارئ الشيخ طه النعماني، والمبتهل الشيخ سعيد هزاع. ومعنا من السادة الحضور فضيلة الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود عبد المهيمن، مدير شؤون الإدارات الفرعية بأوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ جمال إسماعيل، مدير إدارة جنوب القاهرة، وفضيلة الشيخ مصطفى علي مبارك، مفتش بإدارة جنوب القاهرة،
وفضيلة الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد إمام وخطيب المسجد. أيها الأحباب، خير استهلال لهذا الاحتفال المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا
سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى بعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق
أخرجني مخرج صدق واجعل لي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما قليلا
قل كل يعمل على شاكلتي قل كل أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ بسم ربك خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الإنسان
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، وكانت خير استهلال لهذا الاحتفال الطيب المبارك من مسجد شريف بحي المنيل بمدينة القاهرة، حيث تواصل وزارة الأوقاف الأسابيع الثقافية. واحتفال الليلة عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رفع الله ذكره وأعلى في العالمين قدره، فقال له في القرآن: ورفعنا لك ذكرك. ولما نزلت هذه الآية قال جبريل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتدري كيف رفع الله ذكرك؟ إن الله يقول لك: لا أذكر يا محمد إلا وذكرت معي. في الأذان والإقامة والتشهد والخطب، فلا يقول قائل لا إله إلا الله إلا ويقول معها محمد رسول الله. ولقد منحه الله الشفاعة العظمى يوم الدين: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكل نبي إذا طلبت منه الشفاعة يقول: نفسي نفسي، إلا حبيبنا المصطفى، فإنه يقول: أمتي أمتي. فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدي رسول الله. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنه يحوي الأماني بالنعيم السرمدي. يا قومنا صلوا عليه تظفروا بالبشر والعيش الهنيء الأرغدي. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد، ويخصكم رب الأنام بفضله والفوز بالجنات يوم الموعد. معا نعيش مع هذه الكلمة الطيبة عن فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين.
فضيلة الشيخ إسلام النواوي ديوان عام الوزارة، الأستاذ الكبير سيد صالح كبير الإذاعيين بشبكات إذاعة القرآن الكريم، أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء قيادات وزارة الأوقاف، أصحاب المعالي والسيادة، الجمع الكريم من المسلمين والمسلمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. حسنا ما تصنع وزارة الأوقاف برعاية وزيرها الزميل الفاضل معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة في عقد هذه الأسابيع الثقافية والفكرية التي تعم أرجاء وجنبات جمهورية مصر العربية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم هذا الخير وأن يجعل بيوت الله ومساجد الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فأرتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله وتلاوة القرآن. فالمساجد هي أشرف بقعة في الأرض، وحري بأشرف بقعة أن تضم بين جنباتها مجالس العلم والذكر، كي تتبوأ ويتبوأ الركع السجود الذين تعلقت قلوبهم ببيوته، يتبوؤون مقعد صدق عند مليك مقتدر بفضل الله عليهم، حيث جعل قلوبهم معلقة بمساجده في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن موضوع محاضرة اليوم وندوة اليوم موضوع يعد أعز شيء يتملك على نفس المسلم أقطارها ويسيطر على الأفئدة، لأنه موضوع يتناول فضائل الصلاة على أحب خلق الله إلى كل مسلم، يتناول فضائل الصلاة على أسعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أو في الكون ذرة لا تعرف قدر هذا النبي؟ وكيف لا والكون كله نال من رحمة الله التي منحها لهذا النبي؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله، فكل ذرة في الكون علويه وسفليه، الجن والإنس، الطير والوحش، الحيوان، النبات، الجماد، الإنسان، الملائكة،
كل نال حظه من رحمة الله في بعثة سيدنا رسول الله. فالكون كله ينتظم مع ملائكة الرحمن الرحيم في الصلاة على سيدنا رسول الله، ومقام الصلاة على سيدنا رسول الله حضرات السيدات والسادة إنما ينبع من قلب المؤمن المفعم بحبه صلى الله عليه وسلم. فإن ذكر النبي رأينا ألسنة المحبين تلهج بالصلاة عليه، وإن أراد أحدنا أن يشغل محبا لسيدنا رسول الله ليقطع عليه صلته وخلوته بحبيبه، أيا كان هذا المطلب، بجاه، بمال، بمنصب، بولد، لا يمكن للمحب أن يلتفت إلى الأغيار، لأن قلبه تعلق بخيرة الخلق سيدنا رسول الله. إذن حينما يخبر الله تبارك وتعالى في قرآنه إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة على النبي مقطوع بها متحققة الوقوع من الله الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن وما بينهما وما تحت الثرى، يصلي على حبيبكم الذي نلتم شرف الانتساب إليه، فأنتم أمته وأنتم أحبابه، كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملائكة تصلي على سيدنا رسول الله، فأراد الله لكم يا أمة الحبيب أن تنتظموا في سلكه وسلك ملائكته، وأن يحقق لكم معية الكرامة والشرف والسؤدد والعزة، ويمنحكم المنزلة اللائقة بكم متى كنتم مستجيبين لأمره الذي افتتحه بأحب وصف ينادي به من يحبه: يا أيها الذين آمنوا، يا من حققتم الإيمان بي، وبتحقيقكم الإيمان بي حققتم الإيمان بسيدنا رسول الله. لأن الإيمان بالله يقتضي أن تحقق الإيمان برسول الله، وإقرارك لرسول الله بالرسالة شطر التوحيد. فتوحيد الموحد لا يقبل إلا إذا اكتمل ركناه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن يقل لا إله إلا الله طول عمره ولم يكمل ركن الشهادتين كما تقتضيه كلمة التوحيد، فإيمانه وشهادته لله بالوحدانية لا تقبل عند الله تبارك وتعالى.
أمركم وخاطبكم أن تكونوا معه لتنالوا شرف المعية بصلاتكم على سيدنا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله علي روحي فرددت عليه السلام، إلا رد الله علي روحي فرددت عليه السلام. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، وكيف ترد علينا السلام وقد بليت؟ أنت مت وقد أرمت، أي بليت. استمعوا إلى الإجابة ممن لا ينطق عن الهوى حتى تعلموا أن قدر التقدير والإجلال وقدر التوقير والتكريم لحبيبكم سيدنا رسول الله به ترفعون هاماتكم بين الأمم، به تهابكم الأمم جميعا، به تتنزل الخيرات والبركات، به تستقر المجتمعات، به تنالون أسمى الدرجات. ومن هنا ابتليت المجتمعات في عصرنا الحاضر برويبضة لا يعرفون قدر النبي، فإذا ما سمعوا ذكر سيدنا رسول الله لا يبالون، وإن جرى ذكره على ألسنتهم يقولون: محمد محمد، من محمد هذا؟ صديق أبيك، وزير، ملك، محمد نبي مصطفى، رسول مجتبى، جمع الله فيه خصال الخير التي وزعت على سائر العالمين، كل خصلة من الخير منحها الله لمن اصطفاه من ملائكته ورسله، إلا وجمعت كلها وجعلها الله في شخص النبي العربي المحمد. فلنلتزم الأدب مع سيدنا رسول الله، ولنمنحه إذا ناديناه وإذا ذكرنا اسمه بما أراد الله أن يخاطب به، فهو سيدنا وسيد ولد آدم ولا فخر، وهو صاحب اللواء المعقود، صاحب المقام المحمود، صاحب الحوض المورود، صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة. فكيف لا يستحق من أتباعه أن يوقروه ويعزروه ويعرفوا قدره ومنزلته التي شاءت إرادة الله أن يكرم البشرية أمنا وسلاما وطمأنينة ببعثة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. هذا حال النبي الذي جئنا اليوم لنعرف قدر فضل الصلاة عليه. إن كنت كريما فأكثر من الصلاة على رسول الله، وإن كنت بخيلا فكن مقلا من الصلاة على سيدنا رسول الله. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلا أو مجلسا أو مكانة يوم القيامة
أكثركم علي صلاة. أنت عايز تبقى مع حضرة النبي ولا تريد أن تكون بعيدا؟ كلنا يريد أن يكون في رتبة ودرجة ومعية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكثر من الصلاة عليه، فقولوا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة الإبراهيمية. من المخبر؟ رسول الله. من المعلم؟ رسول الله. والمرء إذا تكلم متحدثا عن نفسه دائما وأبدا يصبغ كلامه بالتواضع الجم. أما أنا إن خاطبت عظيما تواضع لي فخلع رتبة ومنزلته ودرجاته وقال لي اسمه مجردا، كيف يكون أدبي معه؟ أناديه باسمه مجردا؟ هل يليق؟ فما بالنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن مسلما قال: اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى آخر الصلاة، ما ابتدع كما يظن هؤلاء السفهاء الذين يقولون للناس: إياك أن تسيد رسول الله. من الذي قال لك ذلك؟ فيستدل بحديث غير صحيح لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، هو من أوتي جوامع الكلم. يقولون لك: يا شيخ، ده الرسول بيقول لا تسيدوني في الصلاة. قل له: حديث باطل، لأن الحديث لو كان صحيحا ما صح للنبي أن يقول خطأ، ولو كان الحديث صحيحا قال: لا تسودوني من ساد يسود سيادة. فهو سيدنا وسيد العالمين جميعا. إذا الصلاة على رسول الله فرض وواجب على كل محب لسيدنا رسول الله. إن أردت الخير والبركة فأكثر من الصلاة على رسول الله. إن أردت أن يتقبل الله دعاءك فاستفتح دعاءك بالصلاة على رسول الله، واختتم دعاءك بالصلاة على رسول الله، لأن الله لا يرد الصلاة على رسول الله، فما وقع بين الصلاتين لا يرد، يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. أيها السادة الفضلاء، الحديث عن فضائل الصلاة على سيدنا رسول الله حديث ذو شجون ويطول الكلام معه، لكن الوقت لا يسمح، وأستميحكم عذرا إن كنت قد أطلت، فنفسي مشتاقة تواقة لسماع ابني الدكتور إسلام نواوي، أسأل الله له التوفيق والسداد. شكرا لكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحبين لسيدنا رسول الله المكثرين من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، حتى نلقاه يوم القيامة على الحوض فيسقينا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هكذا أيها الإخوة الأحباب،
عشنا مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف. حدثنا فيها عن فضل الصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ولا فخر، وأنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر. لقد نادى الله تبارك وتعالى على جميع الأنبياء والمرسلين بأسمائهم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا عيسى إني متوفيك، ونادى على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأحسن الأوصاف، ناداه بالنبوة وبالرسالة: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وأمرنا الحق تبارك وتعالى بألا نجعل دعاء الرسول بيننا كدعاء بعضنا بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كرمه ربه. لقد جاء سائل إلى الإمام علي يسأله حصرا لأخلاق النبي، فقال الإمام: كيف أحصر لك أخلاق رسول الله وقد قال الله عن الدنيا كلها: قل متاع الدنيا قليل، وقال عن أخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الأحباب، نعيش مع هذه الكلمة الطيبة حول فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ إسلام النواوي بالديوان العام بوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا، يا رب صل على النبي وآله وارحم إلهي من أتاك بحبه، يا رب صل على الحبيب محمد واجعله لنا شفيعا في غدي. يعني من فضل الله تبارك وتعالى علي أن تم اختياري في الاشتراك في هذا الأسبوع الثقافي من قبل معالي الوزير، ونشكر له هذا الاختيار، ونشكر له هذا المشروع الذي جمعنا مع أحبابنا في بيوت الله. ومن فضل الله علي أن أجلس يعني بجوار أستاذي وشيخي، ويعني لن أجد أجمل ما في هذا اليوم أن يصفني أستاذي بابنه، فهذا شرف عظيم لي. ثم الشكر لإخوتي الذين يستمعون إلي وهم زملائي وأحبابي ولهم فضل في إنجاح هذا الأسبوع، أشكر لكم جميعا مجهودكم. وسبحان الله العظيم، يعني دايما بيبقى حظ حلو إن أنا بيتم اختياري في الموضوعات الجميلة. عندما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحالة تجد حد، يعني أي موضوع هنتكلم عليه الناس هتختلف، يقول لك: لا يا شيخ أصلي فيه الرأي الفلاني، لا يا شيخ أصلي الإمام الفلاني قال كذا، لا يا شيخ أصلي مذهبي كذا. لكن عندما نتحدث عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محدش هيختلف علينا، محدش هيختلف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولازم تعرفوا ليه محدش هيختلف على لما نتحدث عن رسول الله، لأن رسول الله للجميع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتاع الكل. في يوم من الأيام جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، قعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الحق، فيش أفضل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يبكي رسول الله الدنيا كلها لازم يبقى يحصل فيها حاجة. فأنزل الله سيدنا جبريل إلى رسول الله، وطبعا ربنا عارف لماذا يبكي رسول الله، لكن عارف أنت لما ابنك يزعل وانت عارف هو زعلان ليه، فتروح تقول له مالك، فهو مالك دي بالنسبة له يعني أبوه راح له فخلاص. ولله المثل الأعلى، رب العزة يري نبيه مكانته عنده. فأنزل جبريل فقال يا رسول الله إن الله يقول لك ما يبكيك، تبكي لي يا رسول الله؟ تخيلوا بقى سيدنا النبي بيبكي ليه. فيقول له يا أخي يا جبريل، من لأمتي من بعدي؟ يعني أمتي دي بعد ما أنا أقبض يعني من لها؟ سيدنا جبريل ليس عنده الإجابة، فصعد إلى ربه وقال يا ربي قال كذا. فربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا جبريل أن ينزل إلى رسول الله ببشرى، فقال له يا رسول الله إن الله يقرئك السلام ويقول لك، أما يرضيك أن نوكل أمر أمتك إليك؟ يعني يوم القيامة يبقى الموضوع في إيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي سيدنا النبي يقول عليه يخش الجنة إكرام. فقال لا لا، حضراتكم زعلانين دلوقتي ليه يا سيدنا النبي كده؟ ده الأدب، الأدب في الطلب والأدب في الحوار والأدب مع رب العزة. وإذا كان رسول الله رحيم فالله هو رب الرحمة. فقال لا. فسيدنا جبريل طلع فنزل تاني وقال له إن الله يقول لك سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أما يرضيك أن تكون أمتك ثلثي أهل الجنة؟ إحنا الأمة اللي أعمرها بين 60 و70 ولو حد يعني طلع للـ80 والـ90 بنقول فلت، نبقى إحنا 30 أهل الجنة. أيوة إكراما لرسول الله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صعد على منبره وحمد الله وأثنى عليه وقال لأمته أما يرضيكم أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فالصحابة فرحوا، إحنا كنا فين وبقينا فين؟ فقال أما يرضيكم أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فحمدوا الله وكبروا قال إن الله ارتضى لكم أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، إن في الجنة 120 صفا 80 منها لأمتي. عرفتوا بقى ليه إحنا ما بنختلفش على سيدنا النبي؟ سيدنا النبي بتاع الكل صلى الله عليه وسلم. ومما بقي لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على حضرته. شوف حضرات هتختلفوا في الصيغة، هتتفقوا في الصيغة، هتجيبوا صيغة، هتقولوا صيغة، هتقولوا سيدنا مش هتقولوا سيدنا. سبحان الله، مقبولة، عبادة مقبولة. وطبعا زي ما سيدنا الإمام الشافعي قال، الأدب مع رسول الله مقدم على الاتباع. تتأدب مع سيدنا النبي خلاص يبقى الأدب على سيدنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله العبادة المقبولة. ليه الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ العبادة الوحيدة التي فعلها الله قبل أن يأمر العباد أن يفعلوها. إن الله، شوف الآية دي عظيمة، الآية دي عظيمة، إن الله وملائكته يصلون، الله صلى وعليك أن تصلي، الله صلى خلاص فعليك أن تصلي، عشان ما حدش يجي يقول الله صلى خلاص. العبادة الوحيدة التي فعلها الله قبل أن يأمر العباد أن يفعلوها هي الصلاة على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. ليه الصلاة على سيدنا النبي؟ انت عارف ان في ناس يوم القيامة لم يروا رسول الله
ولم يرهم رسول الله. يوم القيامة في ناس لم يروا رسول الله ولم يرهم رسول الله، فيعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، يعرفهم يوم القيامة. منين؟ 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 حلو. ليه؟ من كثرة الصلاة عليه. حاضر. ليه؟ ها؟ من الوضوء؟ خلينا في موضوع الندوة، احنا مش في وضوء النهاردة، احنا في الصلاة على سيدنا النبي. يعرفهم رسول الله من كثرة صلاتهم على رسول الله. طب ليه هيعرفهم؟ وازاي هيعرفهم؟ وليه يعرفهم؟ لان زي ما قال استاذنا الحديث الشريف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيحون في الأرض يعرضون علي صلاتكم وسلامكم علي، فيرد الله علي روحي لأرد السلام على من سلم علي. فالملائكة يقولوا: يا رسول الله، فلان ابن فلان سلم عليك. فرب العزة يرد الروح لرسول الله، ثم يقول رسول الله: وعليك السلام. فتعرف عند رسول الله بكثرة صلاتك وسلامك على رسول الله. كتر بقى زي ما انت عايز، كتر رصيد معروف، بتعرض نفسك على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بتعرض نفسك. طيب، وبعدين الصحابة يقولوا: كيف ذلك وقد أرمت يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. طيب، وتبقى من جمال ويبقى من جمال الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حياة لرسول الله. مش هو الحديث بيقول: فيرد الله علي روحي؟ كم واحد بيصلي على سيدنا النبي؟ في كم وقت؟ في كم لحظة؟ ما في لحظة إلا وفي صلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين الحديث المشهور سيدنا أبي بن كعب بالصلاة، كثير من الناس يسألون: إيه أفضل الأذكار؟ وبعدين بتلاقي سؤال غريب جدا، يقول لك: يعني الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ولا ذكر الله أفضل؟ كلام بقى فزلكة، الفزلكة في الدين. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة ذكر الله، لأنك تذكر الله بما أحب الله. أنت بتذكر ربنا بإيه؟ بما أحب الله وبما فعل الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فأنت تذكر الله بما أمرك الله به وبما أحب الله. فبلاش أسئلة الفزلكة، لأن الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي جمال الذكر، جمال الذكر. فسيدنا أبي بن كعب كان عنده نفس السؤال وكان عنده نفس الحيرة، يقول لي: سيدنا النبي، إني لأصلي وأصلي لك، يعني أدعو، يعني أفأجعل يا رسول الله ربع صلاتي لك، يعني ذكر، يعني لك؟ قال: خيرا، وإن شئت فزد. الصحابة رضوان الله عليهم كان من طبعهم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيحبوش درجة النجاح، يعني هو اللي هو لو عملت كده خلاص أعدي، لا، الصحابة كانوا عايزين يجيبوا 10 من 10، فهو عايز يمشي من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متأكد ان هو بيعمل افضل فعل. فقال: يا رسول الله، أفأجعل نصف صلاتي لك؟ قال: خيرا، وإن شئت فذد. طب التلتين؟ خيرا، هو عايز يحافظ شوية يعني. قال: كل صلاتي؟ قال: إن فعلت ذلك اللي يحصل تكفى همك ويغفر ذنبك. كفاية الهموم ومغفرة الذنوب بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولة، عبادة لمقبولة كده، دي عبادة مقبولة، ربنا سبحانه وتعالى يقبلها من الصالح ومن الفاسد، ومن الطائع ومن العاصي، عبادة مقبولة. وسبحان الله العظيم، بعض الناس بتحب تتفزلك، يعني يقول لك: اصل ما فيش واسطة، يعني ما بنتكلم مثلا على قبول الدعاء
فنقول يبقى يبدأ الدعاء بالصلاة على سيدنا النبي ويختم بالصلاة على سيدنا النبي إن شاء الله يبقى مقبول. فيقول لك أصل ما فيش واسطة بين العباد وربهم، ده ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ماشي، ما احنا ما قلناش حاجة، الله قريب من كل عباده، لكن مين اللي خلانا احنا نقرب من ربنا؟ هو ربنا قريب من كل العباد مسلمين وغير مسلمين، لكن مين عرفنا احنا انه قريب وازاي نقرب اليه؟ هي مش واسطة، هي اعتراف بفضل رسول الله. هي مش واسطة، هو اعتراف بفضل رسول الله، ولن يقف احد على باب الله معترفا بفضل رسول الله ويرد. يعني ما تحسبهاش غلط، احسبها صح. الغلطة او الحسبة الغلط مش في الشرع، في دماغ الشخص اللي بيفكر كده. ويعني اختم حتى لا اطيل على حضراتكم بما يعني يسلي عنكم وعني بقصة عن فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى ان امرأة كانت فقيرة ولديها غلام، ربنا من عليها بابن وهو يتيم، والعلم دايما بيبني الناس، يعني دايما العلم يبني الناس، تلاقي واحد كده بسيط فيتعلم فيبقى حاجة عظيمة قوي لانه له اساس. فالمرأة رأت انه لن ينفع هذا الطفل في حياته الا كتاب الله، فأمرت الولد انه يتعلم كتاب ربنا. قبل سن يتعلم فيه كانت امه معلمه الصلاه، معلمه يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبه هو ده اللي يحفظ الابناء، بيجي لنا اباء كتير يشتكوا ان ابنائهم بعيد عن ربنا وبيعملوا غلط، يقول له انت علمته يصلي؟ انت علمته يعرف ربنا؟ لو عارف ربنا هيرجع، ولو مأكله حلال هيرجع، حاجتين يطمنوك على ابنك لو هو في جوف النار. لو انت مأكل حلال، لان الذي يأكل الحلال ربنا سبحانه وتعالى بيبارك له، وانك تكون معلمه الصلاة وربنا فالصلاة ترده. فالمرأة دي علمت ابنها الصلاة والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرته أن يحفظ القرآن. فكان الشيخ في قرية مجاورة ليهم، فانتقل الولد إلى القرية، وصل إلى الشيخ وقال له إن أمي أرسلتني إليك لتعلمني كيف أحفظ كتاب الله. طبعا الشيخ له أجرة، بياخد أجر، وده حقه، حق التعليم. فقال يا بني أمعك مال؟ قال لا. قال إذن تخدمني يعني بالشكل اللي كافي أجرتي يعني. فالولد لأنه بر بأمه وجد أنه على ما يشتغل عند الشيخ ويوفي الأجرة هيتأخر على أمه، فقرر أنه يرجع. وفي الطريق أدركته صلاة العشاء، صلى العشاء وصلى على سيدنا النبي ونام. فيقول فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا غلام عد إلى الشيخ وقل له إن رسول الله يأمرك أن تحفظني كتاب الله. فقال الولد لرسول الله في المنام وكيف يا رسول الله يصدق؟ قال إن سألك الشيخ فقل له إن رسول الله يقول لك زمرا زمرا. فالولد قرر أنه يصحى ويروح للشيخ تاني، فرجع للشيخ فقال يا شيخ إن رسول الله أمرني أن أعود إليه. قال يا بني وما أدراني أن رسول الله جاءك؟ قال يا شيخ إن رسول الله أمرني أن أقول لك زمرا زمرا. فما كان من الشيخ إلا أنه عيط ودخل الولد وأكله وشربه وقال له هحفظك. قال له لا مش هحفظ، أعرف الأول. قال يا بني منذ أن ختمت القرآن وأنا أدعو الله تبارك وتعالى أن أعلم كيف يدخل أهل القرآن الجنة. كيف يدخل أهل القرآن الجنة؟ فجاءني الجواب منك زمرا زمرا، دفعات دفعات أهل القرآن العاملين به. فالصلاة على رسول الله خير كلها، الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
عمار للبيوت، الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طهارة للقلوب، الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاء للنفوس، الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تفريج للكروب، الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قضاء للديون. واحد دلوقتي هتلاقيه بيسمعني يقول لي كفاية يا شيخ عشان بصلي على سيدنا النبي كتير ما بيحصلش حاجة من اللي أنت بتقولها دي. ولو ما حصلتش أنت زعلان ليه؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تثقيل في الميزان لتلقى الله تبارك وتعالى بصلاتك على رسول الله. خسران ايه؟ انت بتحط في البنك، انت عمال تحط في البنك، سواء كان دعائك او صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم تكون متيقن ان العبادتين دول ما بيضروش، اما ان تنجز واما ان تدخر. ان انجزت يعني ما تمنيت، فنيت بفناء ما طلبت، وان ادخرت بقيت ببقاء الله حتى تلقاه. يا رب صل على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلى في المسجد الأقصى وفي الحرم بحق من بيته في طيبة حرم واسم سيدي رسول الله قسم من أعظم القسم. أشكركم على حسن استماعكم وأشكر لأساتذتي وشكر الله لكم جميعا، ونلتقي على خير وبخير، ونسأل الله أن يجمعنا بصحبة رسول الله في الجنة. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما بلغ رسالتك وصدع بأمرك ونصح لعبادك. اللهم اجعل نبينا أقرب النبيين منك مجلسا يوم القيامة، وأمكنهم منك شفاعة، وأجلهم عندك قدرا، وأوجههم عندك جاها يا رب العالمين. هكذا أيها الأحباب عشنا مع هذه الكلمة الطيبة عن فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضيلة الشيخ إسلام النواوي بالديوان العام بوزارة الأوقاف، حيث الأسبوع الثقافي بمسجد شريف بحي المنيل بمدينة القاهرة. هيا بنا نعطر الزمان والمكان بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعيش مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ سعيد هزاع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك يا رب، احفظ مصرنا ووحد صفوفها وأمن أرضها واحمي جنودها، يا مجيب السائلين يا رب. يا رب فاحفظ مصر واحمي جنودها واجعل أمان
البلاد يسوع يا رب صل على الحبيب يا رب صل على الحبيب محمد يا رب صل صل على الحبيب المجتبى يا رب صل على الحبيب المصطفى فانا 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 بحب الهاشمي سعيد سيدي يا رسول الله يا من عليك صلى الله يا من تقول الشعر في خير الورى المسك من المسك من عرق النبي تعطر وإذا ذكرت محمدا بقصيدة وإذا ذكرت محمدا بقصيدة فرح القصيد فرح القصيد فرح القصيد بأحمد وتبختر قمر سيدنا النبي قمر أضاء الكون وجه محمد قمر أضاء الكون قمر أضاء الكون وجه محمد سر من الرحمن فينا قد سرى علم 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 أزاح الجهل عند حضوري تبيان علم تبيان علم تبيان علم بان في أم القرى سيدي يا رسول الله إن الصلاة على النبي إن الصلاة على النبي والي يشدو بها يشدو بها من شاء أن يتعطر صلوا على صلوا على صلوا على خير البرية تغنموا عشرا 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 يصلي المليك الأعظم من زادها من زادها ربي يفرج همه ربي يفرج همه ربي يفرج همه من زادها ربي يفرج همه والذنب يعفى والذنب يعفى والذنب يعفى والنفور
ستنا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا سيد الكونين يا 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 جد الحسنين يا سيد الثقلين عشت تيما واختارك الباري واختارك الباري واختارك الباري فكنت كنت عظيما يا من يا من يا من تحبون النبي محمدا يا من تحبون النبي محمدا يا من تحبون النبي محمدا صلوا عليه صلوا 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 عليه وسلموا تسليما. إن الصلاة على النبي إن الصلاة على النبي تجارة فاظفر بها تنجو من الدركات وصل عليه وصل عليه وصل صل عليه بكل يوم واستزد حتى تفوز بمثلها عشرا. نقول جميعا اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوفاء اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوفاء اللهم صل على المصطفى لوم وبحر الوفاء اللهم صل وسلم وبارك عليه. شوف الخلق سيدنا محمد. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي نبي الهدى الذي طهر الله بالتوحيد قلبه وسيد الأنام الذي ختم الله به الرسالات وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ سعيد هزاع ناتي بحضراتكم إلى ختام هذا الاحتفال الطيب المبارك من مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة ضمن الأسبوع الثقافي لوزارة الأوقاف. الشكر موصول لقيادات وزارة الأوقاف وعلى رأسها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسادة الحضور في هذه الليلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير شؤون الإدارات الفرعية بأوقاف القاهرة
فضيلة الشيخ جمال إسماعيل مدير إدارة جنوب القاهرة، فضيلة الشيخ مصطفى علي مبارك مفتش بإدارة جنوب القاهرة، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد إمام وخطيب المسجد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.